نتناول القسم الثاني في محاسبة المنشآت المتخصصة وهو محاسبة شركات التأمين. في الوحدة التعليمية السابعة بنتكلم عن الإطار العام لنشاط التأمين في مصر ويتضمن النقاط التالية. أولا تعريف مفهوم التأمين. تقوم فكرة التأمين على توزيع الخسائر المرتبطة بحدوث مخاطر مؤمن عليها على مجموعة كبيرة من الأفراد، وبالتالي يترتب على ذلك أن يكون نصيب الفرد من هذه الخسائر قليل. كما يعرف التأمين بأنه تحويل أعباء المخاطر من المؤمن لهم إلى المؤمن، وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو الخسارة من قبل المؤمن. ثانيا، قطاع التأمين في مصر. يتكون قطاع التأمين من مجلس أعلى التأمين برئاسة الوزير المختص وعضوية مجموعة من رؤساء وهيئات ومجالس إدارة شركات التأمين، بالإضافة إلى مجموعة من ممثلي صناديق التأمين، بالإضافة إلى اثنين من أساتذة التأمين بالجامعات المصرية ومستشارين مجلس الدولة وعدد آخر من ذوي الخبرة في هذا المجال وممثل وزارة التخطيط والمالية والهيئات التعاونية والأجهزة المعاونة لقطاع التأمين. الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتبع الوزير المختص، وتهدف إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين، تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لنشاط التأمين، تنمية الوعي التأميني. المنشآت التي تزاول نشاط التأمين وإعادة التأمين في مصر: شركات التأمين وإعادة التأمين، جمعية التأمين التعاوني، صناديق التأمين الخاصة، صناديق التأمين الحكومي، الاتحادات والأجهزة المعاونة. أهمية نشاط التأمين: تحقيق مبدأ التعاون بين مجموعة من الأفراد، المحافظة على ثروات المنشآت، المحافظة على الطاقة الإنتاجية، توسيع النطاق للائتمان عن طريق الخروج وضمان وثائق التأمين، تجميع المدخرات القومية وتوظيفها في مجالات الاستثمار مثل أذون الخزانة. رابعا، أنواع التأمين. التأمين الاجتماعي: تأمين تقوم به الدولة لصالح طبقة العمال، تمثل في صورة نظام التقاعد والموظفين، نظام الضمان الاجتماعي ضد العجز، المرض، التأمين الصحي. التأمين التجاري: تقوم به شركات التأمين الخاصة التي تتخذ شكل شركات مساهمة، تتمثل في نوعين: التأمين على الحياة والادخار وتكوين الأموال. التأمينات العامة: والتأمينات العامة تتضمن على سبيل المثال تأمين ضد مخاطر الحريق والتأمينات التي تلحق به، تأمين السيارات، تأمين النقل البري والبحري والجوي. تأمين التبادل أو التعاون أو التكافل: تقوم به جمعيات تعاونية لتبادل التأمين بينها، التأمين الذاتي أو الداخلي، التأمين الخيري. خامسا، عقد وثيقة التأمين. تعرف عقد وثيقة التأمين عقد يلتزم فيه المؤمن شركة التأمين بأن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الورثة مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر عند وقوع الحادث أو تحقق خطر المبين بعقد التأمين، وذلك نظير قسط أو أي دفع مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن. عناصر عقد التأمين: المؤمن شركة التأمين، المؤمن له المستأمن، المستفيد. قصة التأمين اللي هو الاشتراك، مبلغ التأمين اللي هو تعويض الخطر المؤمن ضده. الوحدة التعليمية التامنة. هنتكلم عن نظام محاسبة في شركات التأمين ويتضمن النقاط التالية. أولا، العمليات الفنية لشركات التأمين اللي هو إصدار الوثائق، إعادة التأمين، حساب الأقساط والتعويضات. ثانيا، الأقسام شركات التأمين. الأقسام الفنية: تأمين السيارات، تأمين الحياة، الأقسام المالية والإدارية، الحسابات العامة، المراجعة الداخلية، الدعاية والإعلان. ثالثا، مفهوم محاسبة شركات التأمين: قياس وتحليل وتسجيل وتبويب العمليات المالية متعلقة بنشاط التأمين في ضوء المبادئ والفروض والسياسات المحاسبية المتعلقة بنشاط التأمين وفي ضوء المتطلبات القانونية. رابعا، وظائف المحاسبة في شركات التأمين: مزج بين المفاهيم المحاسبية ومفاهيم التأمين، قياس وتحليل وتسجيل وتبويب العمليات المالية المتعلقة بنشاط التأمين، المعالجة المحاسبية الدقيقة والتوجيه المحاسبي السليم لكافة العمليات المحاسبية وأثرها على القوائم المالية. أهداف المحاسبة في شركات التأمين: بيان نتيجة النشاط من ربح أو خسارة خلال كل فترة لكل فرع تأميني على حدة من خلال قائمة الإيرادات والمصروفات التي توضح الفائض أو العجز التأمين. إعداد قائمة مركز مالي
إعداد قائمة التدفقات النقدية، عرض وتحليل وتوفير بيانات المعلومات اللازمة للتخطيط والرقابة واتخاذ القرارات اللازمة. سادسا، خصائص محافظة شركات التأمين: مزج بين المفاهيم والقواعد والسياسات المحاسبية والتأمينية. المحاسبة في شركات التأمين تخضع لأحكام قانون السائد في البلد. التأثر بعوام المخاطر وعدم التأكد: كثرة عدد التسويات الجردية في نهاية السنة المالية نتيجة النشاط والمركز المالي تتأثر بسياسة الحيطة والحذر. سابعا، مقومات النظام المحاسبي في شركات التأمين: المجموعة المستندية في شركات التأمين، المستندات الداخلية، وثائق التأمين الصادرة، وكشوف المتحصلات الواردة. المستندات الخارجية: كشوف حسابات البنوك وإشعارات الخصم والإضافة التي تلد من شركات التأمين الأخرى. المجموعة الدفترية في شركات التأمين: يومية، هي اليومية العامة، يوميات مساعدة، أستاذ عام، ودفاتر أستاذ مساعدة. السجلات التي ألزم قانون إشراف والرقابة على التأمين شركات بإمساكها: سجل الوثائق، سجل التعويضات، سجل الوثائق الوسطاء، سجل الاتفاقيات، سجل الأموال المخصصة. دليل الحسابات في شركات التأمين يقسم الأصول، التزامات أو الخصوم، حقوق الملكية، الإيرادات والمصروفات. دليل الحساب: القوائم المالية في شركات التأمين. القوائم المالية في شركات التأمين: قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة الإيرادات والمصروفات، قائمة التدفقات النقدية. الوحدة التعليمية التاسعة، نتكلم عن محاسبة عن عمليات التأمين في شركات التأمين على الحياة. قائمة الإيرادات والمصروفات لفرع التأمين على الحياة: الإيرادات تشمل 4 عناصر: الأقساط المكتسبة، عمولات عن عمليات إعادة التأمين الصادر، صافي الدخل من استثمارات، إيرادات أخرى مباشرة. المصروفات تتضمن التعويضات التحميلية، إجمالي العمولات وتكاليف الإنتاج، المصروفات الإدارية والعمومية، المخصصات المكونة للاستثمارات، مخصصات بخلاف مخصصات الاستثمار. الفائض بيتمثل أو فائض أو العجز التأميني، الفرق بين الإيرادات ناقص المصروفات. تتضمن الإيرادات الأقساط المكتسبة، عندي 4 مليون أقساط مباشرة، 2,500,000 أقساط إعادة تأمين الوارد، 1,800,000 أقساط إعادة تأمين الصادر، 400,000 الاحتياط الحسابي أول مدة، 450,000 الاحتياط الحسابي آخر المدة. نوضح في ضوء المعلومات السابقة كيفية إظهار الأقساط المكتسبة في قائمة الإيرادات والمصروفات فرع تأمين الحياة. قائمة الإيرادات والمصروفات ببدأ الأول بالأقساط التأمين المباشرة، أضيف عليها أقساط إعادة التأمين الوارد، يديني إجمالي الأقساط. فعندي أقساط التأمين المباشر 4 مليون، أقساط إعادة التأمين الوارد 2,500,000، يبقى إجمالي الأقساط 6,500,000. السبع منها أقساط إعادة التأمين الصادر 1,800,000، اللي يبقى المتبقي صافي الأقساط 4,700,000. أخذ في الاعتبار التغير في الاحتياطي الحسابي، الاحتياط الحساب أول مدة 400,000، أطرح منه الاحتياط الحساب آخر مدة 450,000، يبقى النتيجة بسالب 50,000، أطرحها من 4,700,000، هيديني 4,650,000 الأقساط المكتسبة. عمولات عن عمليات إعادة التأمين الصادر، وهي العمولات التي تحصل عليها شركات التأمين نظير التنازل عن جزء من الأقساط المباشرة لصالح شركات تأمين أخرى، وهي تعتبر إيرادا، وتجعل شركات التأمين المتنازل مدين وحساب العمولات عن عمليات إعادة التأمين الصادر دائم. صافي الدخل من الاستثمارات، إيرادات الاستثمارات تتمثل في إيرادات العقارات، إيرادات الأوراق المالية اللي هي توزيعات الأرباح وفوائد سندات، الفوائد على القروض التي تمنحها شركات التأمين من ضمان وثائق التأمين، الفوائد على الودائع الثابتة لدى البنوك. مصروفات الاستثمارات تتمثل في مصروفات إصلاح وصيانة العقارات، مصروفات التحصيل، مصروفات بنكية.
يتم تصوير حساب صافي الدخل من الاستثمارات على النحو التالي بافتراض أرقام افتراضية. حساب صافي الدخل من الاستثمارات في الجانب الدائن هيبقى فيه الإيرادات متمثلة في 800,000 إيرادات تأجير عقارات، 700,000 إيرادات من أوراق مالية، 250,000 اللي هي فوائد على القروض، و 350 فوائد على الودائع الثابتة. بالنسبة للجانب المصروفات هيبقى فيه 150,000 مصروفات صيانة وإصلاح العقارات، 4,000 مصروفات تحصيل، وعندي 1,000 مصروفات بنكية. هنجمع الجانب الدائن هيطلع من 2,100,000، أنقل مجموعة الناحية التانية هيبقى متمم حسابي 1,945,000 هيروح إلى ملخص قائمة الإيرادات والمصروفات، مثال رقم 1 في الكتاب صفحة 175.